سؤالا ليس بحثا عن الإجابة عنه بل لتأكيد مطالبهم، مطالب أخرجت سائقي ومراقبي ترامواي الدار البيضاء للاحتجاج سام تجاوب الإدارة مع ملفهم المطلبي. مشاكل عندنا في الاجور في لي بريم في العقوبات التعسفيه اللي في غياب قانون داخلي ما كايناش كي سون انفوندي انجوست. هاد الناس هادو كيعاقبوا بدون نص، ما فهمتش انا، ما كاينش شي قانون في العالم كيعاقب بدون نص. تقدر تكون نفس الخطا وعندها عقوبات مختلفه على حساب الشخص، واش عزيز عليهم ولا ما عزيزش عليهم. هذه المطالب وأخرى التي رفعها هؤلاء المستخدمين تقول إدارة ترامواي الدار البيضاء أنها استجابت لبعضها في حين ستؤجل البعض الآخر. قدمنا ردا كتابيا وكنا فيه واضحين، ما يمكننا تحقيقه سنحققه وما لم نتمكن من الاستجابة إليه سيتم تأجيله. الرد صريح لأن الإدارة لا يمكن أن تخدع مستخدميها بتقديم أجوبة خاطئة. إلى حين إيجاد صيغة توافقية بين الإدارة والمستخدمين سيتواصل الإضراب ليوم آخر، الشيء الذي يمكن أن يؤثر لا محالة على حركية نقل المواطنين رغم استعانة الإدارة اليوم كما يقول المستخدمون بسائقين مؤقتين.